بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ما طابت الدنيا إلا بذكره، والحمد لله الذي ما طابت الآخرة إلا بعفوه، والحمد لله الذي ما طابت الجنة إلا برؤيته. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحبة الكرام، جئتكم ببشرى عظيمة من نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، رواها لنا البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، حيث كان الإمام البخاري رضي الله عنه لا يضع حديثا في هذا الكتاب إلا بعد أن يغتسل، ثم يستخير الله عز وجل ويضع هذا الحديث، فكان كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. أيها الأحبة، كثير منا يدعو الله عز وجل ويتمنى قضاء الحاجات وتفريج الكربات، وكم له من حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة. هذا الذكر الذي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، من وفق حينما يستيقظ من ليله، يستيقظ فقط، يستيقظ لا يلزم أن يقوم ويتوضأ، وإنما وهو على فراشه، إذا استيقظ وهو على فراشه ثم قال هذا الذكر، ثم دعا بعد ذلك بالمغفرة أو دعا بحاجة من حوائج الدنيا والآخرة، استجيب له بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. ونحن جميعا نعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فإن وفقك الله عز وجل لهذا، لتطبيق هذا الحديث، ثم دعوت الله عز وجل، فأنت تضمن بإذن الله عز وجل إيمانا بوعد الله وتصديقا بما قاله صلى الله عليه وسلم، تضمن أن دعوتك استجيبت، وتضمن بأنك إذا قمت وتوضأت وصليت بحول الله وقوته بعد هذا الذكر الذي سأقول لكم الآن، تضمن أن صلاتك مقبولة، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري، من تعار من الليل، تعار يعني استيقظ، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ فإن قام فتوضأ فصلى قبلت صلاته. حديث عظيم، فضل عظيم، غنيمة باردة. إن قمت في الليل في أثناء نومك، استيقظت فجأة وأنت على فراشك لا تتحرك، ثم قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي اغفر لك، فإن دعوت بأي خير من أمور الدنيا أو الآخرة استجيبت دعوتك، فإن كنت يعني أعظم نشاطا وأعظم همة وقمت وتوضأت وصليت لو ركعتين استجيبت هذه الصلاة وقبلت منك هذه الصلاة. أي فضل بعد هذا الفضل؟ أنا في اعتقادي أنه بعد سماع هذا الحديث لا يفرط فيه إلا محروم، ولا يقصر عنه إلا من حرم نفسه خيرا كثيرا. أسأل الله لكل من طبق هذا الحديث أو حرص على تعليمه للمسلمين أو نشره بينهم، أسأل الله عز وجل أن يجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن يرزقه من حيث لا يحتسب، وأن يفرج همه وينفس كربه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.